انت قاعد تسوي مثل ما قال ما قاعد تأدي عدد فمن كذي تدخل البرايم. ما حد يدخل البرايم الا انه مو مأدي صح ابو علي ولا انا غلطان؟ سم اللي يدخل البرايم شخص ما قاعد يأدي في البرنامج اكيد او عليه خصومات خفيه اكيد 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 اي فانت اذا بتدخل البرايم فهذا يعني من الحين انت تقول حق جمهورك هل تعدهم ان انت بتكون دائم الظهور على الشاشه؟ باذن الله باذن الله من اليوم. انا صح قصرت في اليومين اللي راحت حلو لكن ترى اقول لك سر لا يشوفها المعيد ولا يشوفها اي احد من حقين البرايم. انا من الناس اللي اتوتر تماما لدرجه اني اوصل للتعب المرض يحطني يهد حيلي ف ما شفنا هالشيء في الدلمة ولا راح تشوفه. ترى طلعت على الدلمة كان وقتها الاداره قالوا روح المستشفى دق ابره دق اي شيء فرفضت تماما عشان احضر فقره الدلمة مع النجم المميز ابراهيم المعيدي حبيبي يا محمد الله يعطيك الصحه والعافيه الله يرضى عليك بعد كذا نجيب مواقف زي كذا.